احمد شفت البطوله ازاي؟ ولو اتكلمنا على السكواد كمان اللي يعني لسه كنت بتكلم انه في لعيبه كتير سنه اولى اهلي، ورغم كده في اول موسم حققوا او كتبوا تاريخ يعني انديه كتيره جدا ان لم تكن كل انديه القاره ما قدرتش تكتبه في موسم واحد. فكره انك تحقق برونزيه كاس عالم، تفوز بثلاث بطولات سوبر مصري او كاس النخبه زي ما بالمسمى الجديد كاس مصر على حساب الغريم التقليدي الزمالك، وتحقق لقب دوري ابطال، وتتاهل لانتر كونتيننتال، وتتاهل لسوبر افريقي، وتتاهل لكاس عالم انديه بشكله الجديد. يعني انت لو مكان واحد من اللعيبه اللي بتقول سنه اولى اهلي فلقيت نفسك في اول سنه بتحقق ده كله. بص يا احمد، النادي الاهلي عودنا يعني على البطولات، اللي اتربى على البطولات ما بيشبعش، وده الواقع. النادي الاهلي عودنا عليه احنا. ومارسيل كولر قال تصريح مهم جدا، قال لك انا في لحظه الاحتفال بعد المباراه احد الجماهير قابلني قال لي احنا محتاجين ال 13 مستر كولر. فتخيل ده النادي الاهلي، ده جماهير النادي الاهلي. النادي الاهلي عودنا على كده، احنا بنخلص ماتش بنخلص احتفال بنفكر طب البطوله الجايه ايه، البطوله الجايه هنكسبها امتى. فالمكسب هو وحده اللي بيخلي او بيرضي طموح دايما جماهير النادي الاهلي وبيرضينا كاهلاويه يعني. صحيح. وعلى فكره على الناحيه المعنويه كمان، يعني سيبك من 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 قصه الرقم، فكره رقم 12 طبعا مهم جدا، لكن انت كمان بتستعد لسيزون وده لينا فيه وقفه الحقيقه، يعني لازم برضو نتكلم فيه من بدري شويه، رغم انه احنا حتى لما بنتكلم من بدري برضو ما فيش حاجه بتتغير، بس خلينا نسلط الضوء على سيزن هيكون استثنائي. نمره واحد، طبعا انت بتشارك السيزن اللي جاي، احنا دايما بنقول على المواسم اللي فاتت مواسم طويله. بص بقى عندك يا سيدي، انت الاهلي كده كده لاعب دوري ابطال عشان لائحه الاتحاد الافريقي اتغيرت، حامل اللقب بيشارك على طول دايركت بصرف النظر عن ترتيبه في نسخه البطوله المحليه. كاس الانتركونتيننتال البديل لكاس اللي هو كاس القارات المسمى الجديد اللي هو بديل لبطوله كاس العالم، وكاس العالم في النسخه المكبره بقى اللي هي اشبه بكاس العالم بتاع المنتخبات بالاضافه للبطولات المحليه. كل ده على مستوى على النواحي المعنويه مهم جدا جدا، ويمثل دوافع جديده بالنسبه لنادي الاهلي. على مستوى المكاسب الماديه برضو والتحضير لموسم استثنائي وصعب زي ده، اعتقد برضو من مكاسب التتويج ببطوله دوري الابطال. يعني خلينا نقول يا احمد هذا هو قدر الكبار، يعني النادي الاهلي قدر ان هو يكون سفير للكره المصريه والكره العربيه والكره الافريقيه في كافه المحافل العالميه اللي انت ذكرتها، بدءا من مشاركات النادي الاهلي كاكثر نادي عربي وافريقي شارك في منافسات كاس العالم للانديه، مرورا بالبرونزيات والميداليات والمباريات الكبيره والتاريخيه اللي عملها النادي الاهلي خلال تاريخ مشاركاته في هذه البطوله العالميه. وبالمناسبه بدون اقطع كلامك، هو اكثر نادي لعب عدد من المباريات في بطوله كاس العالم. تمام. كاس العالم للانديه. طيب يعني كمان احنا تخطينا كمان مرحله ال يعني مرحله العربيه، يمكن على مستوى عدد المشاركات في البطوله اوكلاند سيتي اعتقد يتفوق بمشاركه زياده عن النادي الاهلي، لكن على مستوى عدد تعرف اوكلاند بيخرج بدري دايما في الدور التمهيدي، لكن يعني الاهلي دايما بيوصل يلعب. انا عايز اروح العب اوكلاند ماتش هناك يعني اكسبه هناك عشان ما يجيش بس، يعني هو واضح ان ما فيش اي حد قادر ينافس اوكلاند على الرغم من تواضع مستواه الكبير. يعني اوكلاند لما بنواجهه او اي فريق بيواجهه فيعني في نسخه اوكلاند تجاوز فيها الدور، نسخه وحيده تجاوز فيها الدور التمهيدي عشان ما قابلش النادي الاهلي للمربع، يمكن عشان ما قابلش النادي الاهلي. فاعتقد ان ده قدر النادي الاهلي ان هو كبير القوم زي ما بنقول وسفير الكره العربيه والكره الافريقيه. فالنادي الاهلي اعتقد مع اداره النادي الاهلي والجهاز الفني هيحسنوا التعامل مع كل التحديات والبطولات اللي بتنتظر النادي الاهلي في موسم صعب وموسم تاريخي ان شاء الله. يقدر النادي الاهلي يحطم فيه الارقام اللي حطمها في الموسم الماضي، وهو ده دايما دأب النادي الاهلي، ان النادي الاهلي بيكسر او بيحطم ارقامه وبينافس نفسه. فده سر من اسرار نجاح النادي الاهلي، واعتقد ان النادي الاهلي قادر على خوض كل التحديات دي والخروج باكبر المكاسب ومعظم التتويجات ان شاء الله تكون من نصيبه وحليف النادي الاهلي باذن الله. في حاجه مختلفه في ردود الافعال على البطوله دي، يعني دايما يعني الاهلي طبعا مش محتاجين ندلل على ارقامه وانجازاته ونجاحاته، لكن دايما بتلاقي ناس تطلع تشكك او تطلع تقول او تطلع تقلل من حجم الانجاز، او تقول لك لا اصل البطوله دي مش قويه والدوري المحلي اقوى، مش اقوى فريق بالظبط، او انه المنافسين في البطوله دي ما بقوش على نفس مستوى اللي يعني القوه، كلام كتير كان بيتقال. المره دي شايف حاله استسلام، يعني الكل رفع الرايه البيضاء والكل كان الاهلي اجبرهم على اعتراف انه الاهلي خارج المنافسه، وان الاهلي هو ريال مدريد افريقيا، وان اسمها بطوله دوري ابطال الاهلي. عيد الحته دي تاني، عيد الحته دي تاني. لا حقيقي والله بتكلم جد، يعني فكره انك انت ترد على كل الناس اللي شككت او كل الناس اللي هجمت او كل الناس اللي حاولت تقلل من نجاحك وانجازك
ردك يكون بالفعل مش بالكلام، ده في حد ذاته يلخص بشكل كبير جدا فكر وسياسه النادي الاهلي. اكيد يعني يمكن النادي الاهلي عودنا من زمان ان الرد دايما بيكون في الملعب، هو ده سياسه دايما مجالس اداره النادي الاهلي والاجهزه الفنيه على مدار تاريخ النادي الاهلي، وحتى اللاعبين دايما لما بيكون في بعض الانتقادات بتطالهم خارج المستطيل الاخضر سواء في المنصات الاعلاميه او كل الرد دايما بيكون في الملعب. يعني يمكن انت تفتكر كان دايما في صراعات ومحاولات لايقاف النادي الاهلي والتشكيك في انجازات النادي الاهلي وفي مكاسب النادي الاهلي، ولكن كله عمل داون المره دي لان النادي الاهلي خلاص انت جربت معاه كل حاجه، جربت معاه انك ملك اللعبه. يعني ملك اللعبه بالظبط، اذا حضر ملك اللعبه فخلاص خلينا يعني مع ملك اللعبه، هو ده ملك اللعبه الحقيقي. يعني زي ما احنا قلنا ملك اللعبه وقفل اللعبه. ده مهمه جدا يعني. فزي ما بقول لك يا احمد ان دايما النادي الاهلي رده في الملعب، انت مهما تثير مشاكل في القنوات، مهما تتكلم عن مشاكل داخل الفريق، دايما شفنا مصطفى شوبير اول واحد راح لمصطفى شوبير يهنيه بعد انطلاق صافره النهايه هو كابتن محمد الشناوي اللي هو قائد الفريق اللي طلع واتكلم قبل اللقاء. وقال بالمناسبه انا عايز احيي الكابتن محمد الشناوي هنا تحيه كبيره جدا لانه هو قال كلام مهم جدا بعد اللقاء، يعني سيبك من التصريحات اللي قبل اللقاء، قال ما عنديش مشكله ان الضغوط تيجي عليا انا قبل اللقاء بس في سبيل ان انا ارفع الضغط عن زمايلي وعن فريقي، وهو ده دور الكابتن ودور القائد. فده الفكر داخل النادي الاهلي ان مش مهم انا لكن مصلحه الفريق هي الاهم، وفي الاخر النتائج بتقول ان الروح الجماعيه دي وروح الترابط والحب بين اللعيبه وان اللي بيشارك الكل بيبقى في ظهره ودايما مساند ليه، هو ده سر من اسرار تحقيق البطولات والانجازات داخل النادي الاهلي.